فَمَنْ أُحِبُّ لَآسِيَنَّكَ فِي الْحَوَى قَسَمًا بِهِ وَبِحُسْنِهِ وَبَحَائِهِ مَدَتِ الدُّهُورُ وَمَا أَتَيْنَ بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَى فَأَجَزْنَ أَنْ نُزَرَائِهِ الْقَلْبُ آلَمُ يَا أَدُولُ بِدَائِهِ وَأَحَقُّ مِنْكَ بِجِفْنِهِ وَبِمَائِهِ فَمَنْ أُحِبُّ لَآسِيَنَّكَ فِي الْحَوَى قَسَمًا بِهِ وَبِحُسْنِهِ وَبَحَائِهِ وَأُحِبُّهُ وَأُحِبُّ فِيهِ مَلَامَةً إِنَّ الْمَلَامَةَ فِيهِ مِنْ آدَائِهِ عَجِبَ الْوُشَاةُ مِنَ اللُّحَاتِ وَقَوْلِهِمْ دَأْ مَا نَرَاكَ زَعُفْتَ عَنْ إِخْفَائِهِ مَا الْخِلُّ إِلَّا مَنْ أَوَدُّ بِقَلْبِهِ وَأَرَى بِطَرْفٍ لَا يَرَى بِسَوَائِهِ مدت الدهور وما أتينا بمثله ولقد أتى فأجزنا عن نظرائه القلب عالم يا أدول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه فمن أحب لآسينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه أحبه وأحب فيه ملامة إن الملامة فيه من آدائه أجب الوشاة من اللحاة وقولهم دأ ما نراك زعفت عن إخفائه ما الخل إلا من أود بقلبه وأرى بطرف لا يرى بسوائه فَمَنْ أُحِبُّ لَآسِيَنَّكَ فِي الْحَوَى قَسَمًا بِهِ وَبِحُسْنِهِ وَبَحَائِهِ